خلونا ناخذ كمان مداخلة أخرى عبر الهاتف المتذوقة جوزاء العصيمي، صاحبة حساب لايك فود اللي تبعها أكثر من 45,000 انستغرامي. أهلا بك جوزاء. إن شاء الله مساء الخير على الجميع. مساء الخير فيكم. أهلا وسهلا. مساء الخير، سعيدة بصدفتكم لي بالبرنامج. أهلا وسهلا بك. طبعا أنت بدأتي من 2008 إلى اليوم، يعني تقريبا بنتكلم على 10 سنوات. خلال هذه العشر سنوات تقريبا، إيش المعايير اللي تقيسين بها اختيارك وتقييمك للمطاعم؟ طبعا ما أقدر أقيسها بعامل واحد، في عدة جوانب مثل جودة الأكل، ديكورات المطعم، وطبعا الأهم الخدمة. الخدمة أيوة، وأخذ بعين الاعتبار كل شيء جديد، وأحاول قد ما أقدر أرضي متابعيني. مزبوط. طيب يعني هذول المتابعين اللي تعدوا 40,000، يعني بالعادة إيش تحسي أكثر متطلباتهم يعني في المطاعم، ويسألوك يعني خلال حسابك إيش أكثر الاستفسارات اللي بيسألوك إياها؟ شوفي، متابعيني تختلف فئاتهم العمرية. بعضهم يسألون عن مطاعم جديدة، وبعضهم يسأل عن مطاعم جلسات أوتدور. تهمهم كثير، خاصة إن الأجواء وقت الشتاء يعني، وإذا صارت الأجواء حلوة تهمهم هالأشياء. في ناس تهمهم الخصوصية، يطلبوا مطاعم تكون باكيشن. ما في أحد يهمه الأكل؟ أكيد أكيد الأكل مهم، أكيد الأكل مهم، بس إنه أنت تسألين عن أشياء معينة يسألون عنها. هذه الأشياء اللي بالعادة يركزون عليها. طيب خلينا، الأذواق تختلف طبعا. أيوة تفضلي يا جوزاء. أيوة أنا أتكلم على بس الأشياء المعينة اللي يركزون عليها، واللي طبعا الأذواق تختلف يعني. صحيح. طيب جوزاء خليني أسألك هذا السؤال، إنه أكيد كمتذوقة بتروحي من مطعم للثاني للثالث، فبتختلف الأسعار وبتتفاوت، مع انه ممكن يكون انه هذا المطعم قاعد يقدم نفس الصحن او الاكله المعينه في المطعم الثاني، ليه بيتفاوت الاسعار من مطعم لمطعم؟ شوفي، الاسعار تعتمد على اكثر من جانب. اهم شيء الموقع، الموقع يختلف. اذا كان موقع المطعم يختلف طبعا، في ناحيه المكان الموجود فيه، من ناحيه الايجارات واشياء كثيره، جوده المكونات اللي يستخدمها المطعم، والمكونات اللي يستخدمها هل هي محلية أو مستوردة. جميل. في أحيانا يعتمدون على مكونات مستوردة خصيصا لهالمطعم، وفي أشياء طبعا كثيرة ما أقدر أختصرها وأذكرها. أكيد طبعا جوزاء العصيمي، شكرا لمداخلتك معنا. أرجع